طب نقول يا رب يتفقوا ونخلص، لانه الشعب تم ابادته نهائيا، ما ضلش نفس عند الناس، الشعب تعب. بدنا نروح، احنا ناس بدنا نعيش، يرضوا بالصفقه، يخلصونا من هالبلد، يحلونا. والله يا زلمه صبايا، بصبايا في الشارع، صبايا في الشارع، مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين ينوموا، قاعدين بيشحتوا بالشوارع. ان شاء الله في تفاؤل، وان شاء الله تنتهي المعاناه تبعتنا والحياه الصعبه اللي احنا عايشينها. والله هذه حياه صعبه كلها، ان شاء الله تنتهي، وان شاء الله بصير اتفاق ويحصل اتفاق.